مرحبا بكم اولا فحي البهجة تاني، هذا هو السميه ديالو، حي البهجة تاني. كاين تغييرات كبار، منهم انا درت بروجي ديالي بوحدي، مموين حفلات، علاش غادي تشوفوني بهذا اللباس هذا شويه انيق على ذاك العام. هو في الحقيقه ماشي بروجي ديالي بوحدي، معايا حليمه. حليمه هو الدور اللي تزاد جديد، كتلعبوا سهام اسيف، لعبه الدور ديال اخت حدو اللي هو الخياري، دونك جابها وجلسها معنا هنايا في حي البهجة ودارت معايا بروجي ديال مموين الحفلات. داك العام كان اعزب، دابا تزوج، يعني غادي نشوفوا توفيق يعني في الحياه الزوجيه ديالو. كما كنعرفوا بانه هو انسان يعني طور شويه في العزوبيه وهذا، وعاش بزاف ديال المغامرات في حياته وسافر وهذا، ودابا كيتزوج يعني بهذيك الحموله كلها غادي اونطامي الزواج ديالو. وكنظن بانه كاين مواقف طريفه بالنسبه لهذه القضيه هذه. المشاركة ديالي في حي البهجة تاني، يعني البهجة تاني اللي كانت لا بروميير، كانت داس في العام اللي فات والحمد لله كان عليها إقبال. كنتمنوا أنه المشاركة ديالي أنا وبعض الإخوان تما الزملاء اللي تما انضموا للعائلة ديال حي البهجة بواحد الشخصية اللي بالنسبة لي أنا سهام أسيف، عندي شخصية الأخت ديال محمد الخياري، الأخت ديال حدو، اسم ديالها حليمة. كانت عايشة على برا في اسبانيا في مالاغا ودخلت المغرب، كتدخل بالتجارب ديالها، كتدخل بالشخصيات ديالها، كتدخل وسط من حي البهجة وكتحاول دير بليستها. دور متميز على الاولاني، لانه هو مثلا كان في الجزء الاول جزار، دابا دار حرفه اخرى اللي هي عطار، وتعطرت اني لقاتك مع ناس اخرين، لقاتك مع كليان اخرين، ماشي هو الكليان اللي كان عنده جزار. والعلاقات مع الناس ديال حي البهجة كيف تيتعاملوا معاه، وكيفاش ولا هو اللي ولا هو كان تيشوفوه في داخل دارو، ولا دابا متواجد في داخل دارو، متواجد كذلك في الحي، ولا في الحي وقت ما اللي داز من الحي تيكون هو كاين تما. انا واحد الشخصيه اللي بانت هنا في حي البهجة، كتدخل لهذا الحي كترونها، هاد السيد طالع واكل نازل الواكل، كيدير براسو بانه ما قاش عوالو، هو فاهم مزيان، كيخلوض هذا مع هذا، كيحاول انه فين ما كان شي همزه كيطير بها. مجموعه من المفاجات اللي غتوقع في هذا الحي، اللي كل مره كتكون حدث وكتكون تشويق وكتكون اثاره داخل واحد الحي اللي هو حي البهجة. الدخول ديالي جيت انا مع اختي هي صفاء عبيركو. حدو عاود تزوج، كتب له الله انه يعاود يتزوج بمراه صغر منه، بطبيعه الحال بعد الصراع اللي كان ما بينه وبين جارو قاسم على الكامله، فالكامله خداها قاسم، حدو بقى فيه الحال، مشى تزوج بنت صغر منه، فوقع واحد الصراع اخر. غتبقى نفس الشخصيه ديال العام اللي فات، سيده ربت بيت وكتطمح تكون ممثله، عمر ما تعطات هاد الفرصه باش تكون ممثله. الجديد في هذا الجزء هو انه عندها صراع ومشاكل، لانه وقعوا واحد التطورات جديده في هذا الجزء، هو انها غادي تدخل الكامله كزوجه ديال عمي قاسم، وغادي يعني تقتحم ليها المكان ديالها، دونك هي ما كيعجبهاش الحال وكتبغي تكون هي السيده الاولى في الدار ديالها.